لنا شهر وعدونا انه شيلوا وظلوا عم تستمروا ولا توقفوا وما صرفت اجور وما مبين شيء. طيب العام لايمت بدها تقدر تستمر بهذا الشيء. ينتظرون المجهول وما من احد يجيب عن اسئلتهم. ما يقارب الشهر وهم متوقفون عن العمل. سائقو مكتب نقل البضائع في حماه حرمهم قرار رفع سعر مادة المازوت وعدم صدور تعريفة جديدة من عملهم الوحيد من كسب الرزق. سياراتهم متوقفة ومن يعمل لمؤسسات الدولة العامة ينتظر الوعود برفع الأسعار دون أن يقبض أجره. موعودي اليوم بتطلع التسعيرة وبكرة بتطلع التسعيرة. علينا ديون أثناء بالصناعة أكثر من العمل من الشغل بدنا نشتغله. اللي كان معه 10 ورقات حمل حملين ما ضل معه حق مازوته. اجور ما قبضونا لهلا بهالسبب. حمل حلب اجار كان طوله ب 88,000 اليوم ب 86 هلا اليوم ب 88 على تسعير 523 على 500. كان المازوت ب 2000 صار ب 10. كنا نعبي مازوت 210 لتورة ب 430,000 اليوم حقول مليونين و 500,000 يعني فرق مليونين و 50,000 فرق مازوت. زود لي 2000 على الطن زاد 2000 يعني 34 طن 70,000 أعطاني 70,000 زيادة. ما حدا بيعطينا شيء من تسعير التموين. القطع التبديل الزيت الكذا كله مرتفع وكله أخي. بس نحن بدنا نخضع لتسعير التموين وما زالك نحن عم نشتغل وعم نمشي البلد عم نقطع طحين وعم نقطع حنطة وما منوقف. يعني مدير راعي الوزارة بالشام ما طلع معه شيء. نزلوا هون كلفوا مكتب تنفيذي ما طلع معه شيء. ونحن عساس شو هلا شو مبين شو بنشتغل شو حطينا حطوا لجنة أسعار حطوا أسعار واجتمع المدراء الشمنت والاعلاف والحبوب وهي وصوا حطوا على الطن 1350 وما اعطونا نتيجه لهلا. بدنا نتيجه مصاري ما ضل معنا يا اخي الله وكيلك ما ضل. كان معنا اخي يوم اليومين ثلاثه حطينا حق مازو. السائقون يطالبون الجهات المختصه في الوزارات والمحافظه بايجاد الحلول السريعه لهم للعوده لعملهم وضمان استمرار عمل المؤسسات الحكوميه كالمطاحن ومستودعات الاسمنت والحبوب وغيرها مؤكدين ضروره تحديد تعريفه جديده تتناسب مع سعر المازوت والصيانه والرسوم. كان رسم السنوي السنه الماضيه 1,200,000 1,300,000 هاي السنه متفاجئ اجت 100% وفي سيارات الاستثمار 6 ملايين صارت ضريبه الدخل مليونين. كنا ندفع 20 لل 200 للمليون للمليونين يعني مثلا ليش هيك تضاعفات والاجور ما عم تتضاعف مثل الوضع الشغل. الغلا كل نهار غلا والاجور على ما هي يعني والله العظيم تلفت العالم عافت ثيابها ما بدها تاكل العالم. شغل نواقف وشغل ما في وامورنا سيئه كثير سيئه. موعودين على اساس انه شو انه والله بكره بنحسن لكم الاجار بيخلي ما لنا حاكي شيء. بس انا منين بدي اجيب حق مازوت هلا انا كل حمل وفرت حمل اثنين ثلاثه بعدين شو صرنا شهر واقفين. انا هلا اذا بدي اقطع حمل شايل هم بحق المازوت اكثر من حق من مصروف البيت وانا عيشتي على الله وعلى السياره انا وكل العالم الشايفه قدامك. ما أسباب تأخر صدور التسعيرة الجديدة من قبل الجهات المعنية ومن يعوض هؤلاء السائقين عن توقف عملهم لما يقارب الشهر؟ ولماذا هذا التقصير الذي أربك عمليات نقل البضائع ضمن حماه وخارجها خاصة الأساسية برسم المعنيين؟ وللإيضاح أكثر حول الموضوع معنا عبر الهاتف نوبار عساف مدير مكتب نقل البضائع في حماه. أهلا بك أستاذ نوبار. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك أستاذ نوبار. يعني الوجوه متعبة منهكة كما رأينا في التقرير استمعنا لمعاناة كبيرة للسائقين. ماذا عن دور المكتب اليوم في إيجاد الحلول والمتابعة مع المعنيين؟ أول شيء مساء الخير وبرحب فيكم وأهلا وسهلا فيكم. المشكلة ما كانت بصراحة مثل ما هي موجودة أو مصورة. السائقين مضبوط ظلموا شوي بفترة اللي كان صدر القرار الواحد رقم واحد لعام 2024 بتوحيد سعر الوقود لنقل البضائع على مستوى العام. كان للنقل القطاع العام ب 2000 ليرة ارتفع ل 11,880 وصدر بعده قرار رقم 2 بتحديد تعرفة النقل للسيارات الشاحنة داخل قطر ب 523 ليرة. هو القرار كان شوي بالنسبة لألون غير متناسب مع الأسعار اللي موجودة بالسوق بالاهتلاك والمصاريف والتكاليف. متى صدر القرار أستاذ نوبار؟ واحد القرار رقم واحد صدر بيه 2 الشهر وقرار رقم 2 كمان صدر بنفس اليوم. وآلية القرار ما هي؟ آلية القرار أستاذ نوبار ما هي؟
أول شيء قرار رقم واحد صدر بتوحيد سعر الوقود للنقل البضائع، كان للقطاع العام من 2000 ليرة صار ب 11880 لكل النقل القطاع البضائع، ما عدا نقل الركاب اللي ونقل الجماعي بل على المازوت المدعوم ل 2000 ليرة. بعد صدر قرار بالنسبة لتحديد تعريفة النقل واللي هي رقم 2 بتحديد تسعيرة النقل ب 523 ليرة للكيلو متر الطن. هلا هو القرار كان غير متناسب مع الاسعار حقهم، ومضبوط كان في شويه بالنسبه لهم ظلم بالنسبه لهذا السعر، وتم مناقشه الموضوع وتاخر شوي، لكن صدر بعده قرار 49 بشهر ب 7/1 اعتمد ال 523 للنقل خارج الحدود الاداريه للمحافظه، يعني النقل بين المحافظات، وبالنسبه للنقل داخل الحدود الاداريه ردف الموضوع الى المكاتب التنفيذيه في كل محافظه باعتبار انه هي الاقدر تحدد المسافات والاسعار التعريفيه. لكن موضوع التأخير شوي كان له دور بدراسة أكبر لها حتى ما ينظلم السائق بشكل أكثر، يعني بصراحة تم تعاون بين وزارة النقل ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشان تحديد سعر يتناسب مع الأسعار اللي موجودة والتكاليف والاهتلاكات للسيارة، مشان إصدار يعني بصراحة تعريفي نقل تناسب كل الناس، تناسب كل السائقين، وهذا اللي تم بصراحة بعد صدور قرار 228 اللي صدر من تقريبا 23/1 صدر وانتهى الموضوع وحلت كل المشاكل وصار نقل اعتباره، وهلا باعتبار صار القرار يعني واضح بالنسبه لكل السائقين وتعرفته نقل واضحه ورائعه، يعني صارت بعد استبيان مع كل السائقين. عفوا عفوا استاذ نبار، انت يعني تشعرني ان الحياه ورديه وكل شيء تمام من خلال القرار. لا هو تاخير، انا اعتبر السائقون بلا عمل. لا عفوا انت مو بعمل، نحن ما توقفنا عن العمل ولا يوم اساسا، نحن كان في توجيهات من السيد وزير انه ما يتوقف عن العمل حتى لو كانت تاخرت شويه السياره، هي منصفه. لكن استاذ نبار التقرير واضح، السائقين متوقفين عن العمل. لا ابدا انسي، انا عفوا استاذ نبار ابدا، يعني التقرير واضح ونحن صورنا مع السائقين. انسي انا لا لك شغلي، انا مدير المكتب وبعرف النقل، نحن بالعكس انا اساسا لا لك شغلي انه هو تعاون منهم ما وقفوا عن النقل، تعاون منهم، يعني هني اساسا عم ينقلوا ببلاء، يعني لسه ما كان محدد التسعيره وما عم يقبضوا مضبوط، ما عم يقبضوا تسعيره حقه مضبوط 100%، هني ما قبضوا لهلا ولا فرنك من واحد الشهر كونه ما صدرت التسعيره. عم يدفع السائق يدفع من قوته مزبوط اليومي مضبوط مضبوط انسي، هو تاخير شوي التسعيره لانه كان موضوع شوي في دراسي، وطبعا التسعيره ما من وزاره النقل، نحن طبعا وزاره النقل هي جهه منفذه دائما الدراسات التسعيرة. دائما الدراسات استاذ نوبار لا تكون لها استراتيجيه كي لا نقع في مشاكل اخرى، دائما الدراسات توقع السائق او توقع العامل في مطبات اخرى، يعني القرار يصدر ولا يكون في هناك استراتيجيه قبل حتى لا يقع السائق في هذا المأزق بصراحة، حتى في القرارات القديمة. هلا بصراحة القرار اللي صدر هو إنصاف، هو قرار منصف وعادل، يعني أنا بعد الاستبيان مع كل السائقين القرار منصف وعادل، وبالعكس يعني هلا حاليا بيلبي كثير يعني من حيث أجورهم وتكاليفهم، وكثير من انبسطوا بالسيارة، لكن هو المشكلة اللي صارت إنه هي من واحد الشهر بتاريخ 23 الشهر لغاية صدور القرار، بصراحة هي الوقت هذا كان عم ينقلوا من دون أجور مضبوط وحقه 100%، وهن انظلموا بهذا الموضوع، السبب طبعا ما انظلموا انه راح يكون من ظلم، لانه هو الموضوع هو مردف للمكتب التنفيذي، والسيد المحافظ تجاوب تماما بهذا الموضوع انه راح يعطيهم تسعيرة من واحد الشهر ل 13 شهر مشان قبض الأجور على نفس التسعيرة اللي طلعت في 23 الشهر. لو تشرح لي استاذ نوبار كيف سيتم تعويض السائقين اكثر الذين قاموا بنقل البضائع عن الايام الماضية، وهل لديكم خطة حول التعويض؟ لا، وهل لديكم خطة حول التعويض استاذ نبار؟ لأن التعويض يجب أن يكون أكبر، يعني أكبر من الذي دفعه السائق. القرار اللي طلع هو مشان مكتب التنفيذي، اللي طلع الردة في الموضوع للمكتب التنفيذي وبتاريخ 7 شهر، طبعا هذا الموضوع هو قرار جاوب فيه السيد المحافظ انه راح يعطيهم التسعيره اللي صدرت حاليا واللي هي فعلا تسعيره مناسبه ومنصفه لهم، بنفس التسعيره اللي صدرت في 23 شهر راح يعطيهم اياها من 1 الشهر ل 23 شهر، يعني هن ما راح يضيع عليهم حق نهائيا وراح يقبضوا اجورهم كامله. متى سيتم التنفيذ؟ على كان السيد المحافظ وعد على اول مكتب تنفيذي، يعني اساس ان شاء الله نهار الاحد يكون القرار واضح طالع، يعني بكره غدا.
نتمنى ذلك أستاذ نبار. نحن أنا مع السائقين، والعكس يعني هني بصراحة لبوا القطاع العام من واحد الشهر لغاية 23 شهر من دون توقف. هني بيقولوا إنه فلم وقفين موضوع توقف عن العمل، هني لا أبدا، هني بالعكس السائقين لم يقولوا أجور. قالوا أنهم اضطروا للوقوف عن العمل، مظبوط، وهني فعلا كانوا متعاونين جدا بهذا الموضوع وقدموا كثير من ناحية القطاع العام. وبصراحة السيد وزير النقل والسيد وزير التجارة الداخلية بالتعاون مع بعضهم مشان موضوع اعتذار التسعيرة الأخيرة كانت منصفة، وحقيقة يعني كانت في دراسة تأخرت لكن بالأخير لإيجاد لألون. يعني بصراحة هذا الموضوع أخذ وقت كتير صح، بس لكن بالأخير طلع بصالحهم، لصالح جميع السائقين وخاصة المسافات البعيدة والغريبة كاملة يعني داخل المحافظة وخارج المحافظة. بما أنك أستاذ نبار تنصف السائقين، نتمنى أن يتم تعويضهم بشكل لائق وبشكل وبشكل يكون مقدر لخدماتهم التي قاموا بها، بالرغم من أنهم لم يكونوا يعني أصبحوا يدفعون من قوتهم اليوم. حقهم 100%، وبالعكس هني كان لهم يعني عن جد نعتبر انه هني مثل يقولوا رديفين كامل لكل قواتنا بصراحه بالنقل، خاصه موضوع النقل تعرف في شريان الحياه بالنسبه له. نعم شكرا نبار عساف مدير مكتب نقل البضائع في حماه، كنت معنا عبر الهاتف، كل شكر لك.